السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه تاع اليوم هي عباره عن فاهيتا جمبري. هاد الفاهيتا هي فيها طرق كثيره، انا اليوم كنقترح عليكم فاهيتا جمبري. غادي نبدا معكم المقادير على بركه الله. غادي نحتاجوا واحد نصف ملعقه تبع الملح، الملح على حسب الذوق، ونصف ملعقه تبع الفلفل الاسود، واحد ملعقة صغيرة تبع التوابل المشكلة، ملعقة صغيرة تبع الكمون، عندنا ثوم مهروس، عندنا جينجر فريش مهروس. غادي نحتاجو واحد تقريبا ربع كاس تاع الصوجة صوص، زيت نباتي، نصف كاس تاع عصير الحامض او الليمون. غادي نحتاجو هنا الفلفل، فلفل على حسب الرغبه، انا اختاريت واحد اربعه ديال الانواع تاع الفلفل. الفلفل البرتقالي درت وحده، الاصفر وحده، الاحمر درت نصف وحده، والفلفل الاخضر انا درت الحار، يعني نتوما اختياري واش ديروه حار واش ديروه الحلو. كتعرفوا بان السمك يكون فيه الحار كيجي لذيذ. عندنا واحد 500 غرام تبع الجمبري، عندي هنا واحد البصله صغيره مقطعه على هذا الشكل مربعات صغيره، عندي هنا بصله كبيره مقطعه على هذا الشكل. وغادي نحتاجو في الاخير للتزيين القزبره. غنبدا معكم الطريقه على بركه الله. غناخذوا اخواني اخواتي واحد المقلات، غادي نوضعوا فيها الزيت تاعنا، غادي نضيفو ديك البصالة لي مقطعة على قطع صغيرة، غنخليوها تاخد واحد شوية اللون تزداد، بالنسبة للزيت كما كتشوفوا اخواني اخواتي انا ما ضفتش الكمية، يعني غير درت نصف ديال الكأس تاع الزيت. بالنسبة للزيت اللي باغي يدير زيت نباتي او زيت السمسم على حسب الرغبة، لكن توفر عندكم زيت السمسم من الأحسن. ثم إخواني أخواتي من بعد غادي تبدل لي واحد شوية البصل تاعي، غادي نعاود نرجع لها. هانتوما إخواني أخواتي كما كتشوفوا، من بعد غادي نضيف الثوم ديالي مع الجينجر فريش، واحد النكهة تاع الثوم طلع من هاد البصل، تشم النكهة تاع الثوم مع الجينجر. ومن بعد غادي نضيفو عليها الجمبري تاعنا. هانتوما اخواني اخواتي كما كتشوفو، من بعد ما بلاتينا هاد البصل تاعنا مع الثوم مع الجينجر فريش، دابا غادي نوضع لهذاك الجمبري ديالي حتى ياخذ اللون، ومن بعد ندير ليها المقادير ديالي تيتغير اللون تاع الجمبري، وغنعاود نشوف. هانتوما اخواني اخواتي كما كتشوفوا الجمبري تاعنا تغير ليه اللون ديالو. دابا غادي نبدا ندير التوابل تاوعي، غادي نحط ديك المعلقه تاع الكمون، معلقة تاع التوابل المشكلة، نصف ملعقة الفلفل الأسود، الملح على حسب الذوق، أنا درت نصف ملعقة صغيرة، غادي نضيفو عصير الليمون أو الحامض، غادي نضيف ديك الصوص الصويا تاعي،
من بعد غادي نحرك الكل. كما كتشوفوا من بعد اخواني اخواتي غادي نضيف البصله تاعي وغادي نضيف الفلفل جميع الفلفل اللي عندي غادي نخلي هاد شويه تدبل ليا هاد الخضر ديالي ومن بعد نرجع لكم نوريكم النتيجه. ها انتم اخواني اخواتي هذه هي فاهيت الجمبري تاعنا كيف كتجي الشكل ديالها. كنتمنى اخواني اخواتي تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم وكما العاده ما تنساونيش بالتعليقات الجميله تاعكم وتشاركوني مع الاصدقاء تاعكم اللي ما مشاركش في القناه يتشارك في القناه هذا مو اجباري بالرغبه تاع اي واحد يعني اللي بغى يشارك يشارك اللي ما بغاش يشارك داك كيبقى ليه هو حر. كنشكركم اخواني اخواتي وشكرا مع السلامه.